اليوم هعمل مهلبيه بالبروتين. زي ما استخدمنا الشعير بديل للطحين واستخدمنا علف الحيوانات بديل للطحين ولأكلنا، حنستخدم كمان المكملات الغذائية والوي بروتين كمصدر للبروتين بدل اللحمة وبدل البيض بدل كل حاجة مقطوعة عنا عشان نضل صامدين وعشان الجرحى تستشفي جروحها وحروقهم. وجينا جبنا العريس وجينا جبنا الطحين وجينا. أيوه الله أكبر. الله رزقك كسان طحين، إن شاء الله حنوزع واحد منهم على الجيران والحبايب بإذن الله.